السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نظام الخليفي صادر حكم بالإعدام. هذا شلون شرف، شلون عزة، شلون كرامة هذا؟ وصادر الحكم بحقي وبحق أولاد عمي. واقعنا الخليفة تصور أنه بهاي الأحكام راح نخاف، راح نهاب، راح كذا. يقول لكم اللي جايكم، وحق علي إلا نسحق قصوركم، وحق علي إلا نطب قصوركم. وين تروحون؟ وين تولون؟ على قولة أبو عزرائيل، وعلي إلا طحين، نسويكم طحين والطحين ينأكل، وانتم راح نذبكم بالزبايل. وحق علي، وهذه أحكامكم، حطوا بيها ماي وشربوه، حطوا ماي وشربوه. وعلي إلا نوصلكم لقصوركم، نوصلكم لقصوركم ونسحلكم مثل ما نسحل. وعلي والله العظيم صديقين حكم بالإعدام، بالإعدام. احنا أولاد علي، أولاد حيدر الكرار، لا تهمنا إعداماتكم ولا يهمنا قتلكم. وهذا احنا ماشيين على طريق العزة والكرامة والشرف، وشعب البحرين منتصر ولا محال. وإذا عندكم أحكام فوق هاي، حكموا حكموا حكموا، وانتم زائلين ان شاء الله من الحكم بحق محمد وآل محمد. واصلينكم واصلينكم، وإلا الطحين بما الله.